صباح الخير، صباح النور، نتمنى لكم تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعلموا كيفاش نبيعوا اي حاجه في الانترنت. شي خاصنا نقيلا نكدوا الشيكوكا وداك الشيء نجمع حوايجنا ان شاء الله نمشي. سواء الاخوان باش نحطوكم في الصوره، اليوم غادي نتحرك للتكوين ديال الاي كوميرس. غادي تنظموها الشركه كبيره على صعيد شمال افريقيا والشرق الاوسط. اي فوالا، كما شفتوا انني غادي نمشي واحد التكوين ديال الاي كوميرس اللي منظماتو جروب ديال الموبيوم مديعين برئاسه عماد خليفه، من تطير جوج شركات ماكسيموم ميديا اللي تمثلها سي يوسف، وكذلك الشركه الكبيره بزاف سي او دي نتورك اللي من بين الرؤساء ديال هذه الشركه سيمو لايف وايديا. هاد جوج ناس راه في المجال ديال الاي كوميرس وجا ودار لينا التكوين، والله اضطر التكوين باسم الشركه صنا معتصم. الله السلام بروغرام. صباح الخير السيدة. صباح الخير أحمد. السلام عليكم. صباح الخير أستاذ مسار الدفاع. إن شاء الله نسكري أنا يتلحمل الحملات الحسيسية. إيه إدارة غادي دبران. إدارة غادي دبران. ولهذا نحن هنا ولكم جميعا ما تريدون وما تحبون. مازال كاين يرخى. مازال الصبعة هو. الباقة لا الباقة لا. شوية. الرجلة هنا الرجلة هنا. لا لا. فوالا الاخوان، دابا يلاه وصلنا للبلاصه اللي غيكون فيها الفورماسيون. تلقيت مع وفاء. وفاء من اكادير. هاي هاي. المهم دابا غندخلو نتشيكيو هاد البلان ان شاء الله ونبارطاجيو معكم هادشي اللي غيكون تما. يوسف الكورتشيس غادي يشرح لنا وغيعطينا واحد الفكره بالنسبه للاي كوميرس. هو بالنسبه لي انا هو اوبورتونيتي بالنسبه للشباب اللي بزاف كبيره. وغير باش نعطيكم حتى انا خلاصه لداك الشيء اللي استفدنا في هذا النهار، هو انه تعطينا البرودوي كيفاش يمكن لك تكري بيع، كيفاش يمكن لك تكري ستور. داك الشيء خفيف بسيط. ودابا حان الوقت اننا نسولو سنه معتصم. في باركي سوا شنو هي سي او دي نيتورك؟ هي شركه رائده في الخليج كتقدم مجموعه ديال الخدمات. كنجيبو ليك ستوك ديالك من لاشين، شيبينغ، الكول سنتر، كاع الحوايج اللي انت تقدر طيح في المونتا كيدير الكاش اون ديليفري في الخليج، حنا كنوفرها معكم، كنجيريو معكم البيزنس ديالكم حتى كتوصلوا النتائج مرضيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. غير كفكره وكاضافه ان السي او دي هي الشركه اللي تيسيروها سيمو لايف ايديا والراقي، وهاد الثلاثه لقب ديال دي انفلونسر اوف دي في دبي، احسن المسوقين واحسن الحوايج اللي غادي دير الفلوس في الدنيا كاع. واش ينفع يعني بديتي كتعرف الادز وهذا كتشري ستوك ديالك وحنا كنشوفو معاك من بعد وان شاء الله ضروري غادي نلقى. اي فوالا الاخوان، المهم مع عماد خليفه مؤسس ولا صاحب فكره ديال المواهب ومبدعين في اكادير. ودابا والله
دوليه ماشي غير وطنيه. اليوم كما شفتوا كانت واحد الدوره تكوينيه فورماسيون كانت في الماركتينغ وفي الايكوميرس للمبتدئين وحتى للبروفيسيونيل اللي بغاو يزيدوا ويعرفوا بزاف على هذا المجال اللي ولا مهم بزاف سيرتو في هذه الجائحه ديال كورونا. يعني طلع بزاف. كنبغي نشكر الناس اللي حضروا، الناس اللي داروا فورماسيون، سناء معتصم ويوسف اديب اللي جا من مراكش. وبالنسبه للايفينمون، الايفينمون ديما ومبدعين بالنسبه للايفينمون هذا العام. احنا في النسخه الخامسه اللي هي بصيغه عربيه. هذا العام خرجنا شويه على الحدود ديال المملكه المغربيه وشاركوا معنا مشاركين من العراق، من لبنان ومن مصر، وهذا فخر لينا. الحمد لله غادي البريباراسيون ديال الفينال، وغنمشيو من بعد الفينال غنستعدوا للحفل الختامي اللي غيكون في الاكاديميه ان شاء الله، وغيكون حاضر معنا السي حمزه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله غيدير لي فلوق ديالو وغيزعم على الصح. اي فوالا، احنا رجعنا دابا للدار. كنتمنى ان بعد الفيديو يعجبكم. خليو لايك بعدا، واحد ابوني الا انت جديد في لاشين. قبل ما نساليو الفيديو بغيت نشرح ولا انني نوصل الفكره ديالي. ديجا انا عندي واحد الباجاج على الايكوميرس. الفكره بحال اللي قلتي بسطا لواحد الدرجه لا توصف. غنبدا ازيرو، عندي انا شي سلعه، هي السلعه بار اكزومبل الا بيت نشد الفلوس ولا بيت ندور الحركه خصني نبيعها. الا بعتها فين غنبيعها؟ غادي نبيعها في السوق، فين زكانا كازا، المهم شي سوق محل فراشه، مهم سوق. دابا والله الافتراضي اللي هو الايكوميرس، كان السوق دابا الايكوميرس مزيان، يعني راه ما تبدلات والو. الايكوميرس غير هو حيدنا السوق ودرناه بالديجيتال مزيان. بحال الا قلتي البرايا، قبل كانت البرايا، دابا والله ميساج فيسبوك واتساب ولا شي حاجه بحال هكاك مزيان. هذا هو الايكوميرس، بدلنا السلعه من انها تتباع في السوق، من في السوق وهذا حتى تتباع في الانترنت. غادي نشرح لكم هذا الافتراضي وكي داير مزيان. دابا تكون عندي سلعه في الافتراضي خاصني نبيعها، سواء نبيعها في واتساب كمثال، نصورها ونلوحها في واتساب، فيسبوك، سيت ستور. لكن الاغلبيه شنو تيدير؟ تيكري ستور، تتمشي لسي سيت اللي تتكري لك ستور وتتكريه، ولا انك تدخل في ماركت بليس. المهم عطاها الله الطرق، غير كل واحد وفين تيتمعش. كاين اللي تيخدم بالماركت بليس، كاين اللي خدام غير بواتساب، كاين اللي تيقاد ستور، كاين اللي تيقاد السيت، كل واحد وكيفاش خدام. مزيانه هادي. دابا فاش تنقادو السيت باش انك تجيب بزاف ديال المبيعات وداكشي، خاصك تستعمل واحد الطريقه اللي سميتها الادز، انك تخدم الادز، سواء كمثال فيسبوك ادز تاخذو فيسبوك وفي انستغرام، ولا انك تخدم سناب ادز ولا تيك توك ادز ولا شي جوجل ادز، يوتيوب ادز، المهم عطا الله لي ادز. شنو هو الادز؟ عرفتي فاش تتصفح دابا الانترنت وتطلع عليك شي فيديو فيه شي اشاره ديال شي منتوج؟ هذاك هو شي واحد عنده برودوي وصورو وقادو ليه فيديو ولا التصويره ديالو ودار ليه الادز باش نتا يطلع عليك فاش تدير التصفح ديال الانترنت باش تبرك عليه باش تشري باش هو. فهمتي الفكره دابا مزيان؟ هاكا هو الايكوميرس. تدير اسيدي الادز ديالك، انا فين كنقال بالادز دابا باش انك تقاد الادز، حيت فيه بزاف اللي بحال الا قلتي شي واحد عطيناه بزاف الخضر وقلنا ليه خرجني نتاجين، كل واحد كيفاش تيخرجوا، ما كايناش شي وصفه ولا شي طريقه محدده باش انك تخدم الادز مزيان. كل واحد كيفاش تيخدم، داكشي براتيك. كان اللي تيكتل اللحم وتينقص البطاطا، المهم انا تنعطيك داكشي ديطاي بزاف. اسيدي الادز خدام، وصل للناس، تيكومونديو الناس. شنو تدير انت؟ تتواصل مع الناس اللي كوموندو لك. دابا المغرب كان غير كاش اون ديليفري، يعني تتصيفط ليه السلعه ديالو وهكذا وهالسلسله تدور. غير هو الفكره اللي رائجه ولات تدور على الايكوميرس بزاف. انا الايكوميرس فيه الفلوس، انا مازال ما درت لها فلوس لو ما يهزمو غير، ولكن كفكره ان اي دومين فيه الفلوس. نفترض كمثال انا تنخدم في الفيديو هذا فيه فلوس، جيب ماتريال صحيح هذا راه فيه فلوس. واش بحال اللي جاب 10 د لي برودوي واللي جاب الكونتيرا ولا شنو تيسميو كاميو ديال السلعه؟ لا ما يمكنش. كاين انفستيسمون، كاينين بزاف د الحوايج. هذاك اللي انفستي راه غيجي فلوس كثر، هو الاخر اللي جاب غير كمثال الساشيه ديال شي برودوي راه غيجي بقل. نفس الحاجه مع كمثال انا اللي تنخدم المونتاج، انا تنخدم المونتاج كمثال ولا الديزاين، كو جبت شي ماتيريال وخدمتو هذا يعني غنصور فلوس، ولكن العكس. فهمتوا الفكره دابا؟ يعني اي دومين فيه فلوس واي دومين دير فيه لاباس ولا دير فيه لاباس. سوا الاخوان، هذا هو الفكره ديال هذا الفيديو. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. شكرا لاي واحد دابا تبع هذا الشرح كامل حتى الاخر. لايكيو الفيديو، ديروا كومونتير، تابوناو، ودوزو عندي الانستغرام ميزو كينغ.